بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد الذي نعيش فيه مع فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي من خلال برنامجكم فقه الحياة. أيها الإخوة والأخوات، تتعدد الأسفار وتكثر الرحلات، ولكن تعتبر رحلة الحج من الرحلات الفريدة والأسفار العجيبة، وميزتها الكبرى في الإسلام أنها رحلة إلى الله سبحانه وتعالى وسفرة مع الله عز وجل. وتأتي شعيرة الحج التي هي الركن الخامس من أركان الإسلام لتزيد قرب العبد من الله سبحانه وتعالى، فتسمو روحه وترتقي نفسه. وإذا كانت كل الأديان قد عرفت الحج، إلا أن الإسلام جعل لهذه الشعيرة أشياء تميزها عن غيره أو تميزه عن غيره من الملل والأديان. ويكفينا هنا قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيومي ولدته أمه. فما الحج؟ وما حكمه؟ وما أسراره؟ وما أحكامه؟ كل ذلك نتعرف عليه أو على بعضه من خلال حديثنا مع فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا بك أخ أكرم. شيخنا الفاضل، هناك علاقة وثيقة بين أنبياء الله عز وجل وبين بيت الحرام، وأخص هنا بالذكر إبراهيم عليه السلام، نود إلقاء الضوء على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسواتنا وحبيبنا ومعلمنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فقد جاء الأنبياء موكبا يتلو بعضه بعضا ويتمم بعضه بعضا، وجهتهم واحدة وغايتهم واحدة، ليسوا كالفلاسفة الذي ينفي أحدهم ويثبت الآخر ويبني أحدهم ويهدم الآخر، ولكن الأنبياء كلهم جاءوا بالدعوة إلى الله عز وجل. نعم. إلى توحيد الله، إلى الإيمان بالآخرة، إلى عبادة الله، إلى القيم الأخلاقية. نعم. وخصوصا الأنبياء الكبار أولي العزم من الرسل. نعم. هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، والذين ذكرهم الله تعالى في قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نعم. وإبراهيم عليه السلام له خصوصية أكثر من غيره مع البيت العتيق. نعم، لأنه هو صاحب الملة، الملة اسمها الملة الحنيفية. نعم. ملة إبراهيم حنيفا. نعم. وما كان من المشركين. ثم له بالذات علاقة بهذا الحج، لأنه هو الذي بنى الكعبة، وهو الذي يعني أمره الله أن يؤذن في الناس: يأتوك بالحج رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. تقصد بالبناء هنا الرفع. نعم. فضيلتكم تقصد بالبناء الرفع، وإذ يرفع إبراهيم. نعم. نعم. فإبراهيم هو الذي بنى البيت، ويرفع إبراهيم القاعدة من البيت، وإسماعيل إسماعيل معروف أنه هو البيت إبراهيم. وبعدين نحن مأمورون أن نتبع ملة إبراهيم. النبي عليه السلام قال، أو الله تعالى قال النبي: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فلا عجب أن يكون الحج هو تذكير يعني إبراهيم من قديم، يعني نعم. إثارة للذكريات الإبراهيمية من قديم والذكريات المحمدية. نعم. من جديد. نحن في الطواف نذكر إبراهيم، في الرمي نذكر إبراهيم، إبراهيم. نعم. في السعي نذكر هاجر، نذكر إبراهيم وهاجر وإسماعيل وزمزم. نعم. وهذه. نعم. الأشياء. طيب فضيلة الشيخ، الحديث عن الحج هو يعني حديث ذو شقين، هناك الحكم والأسرار والمقاصد، وهناك الأمور الفقهية، وأنا أود في هذه الحلقة على ضيق وقتها أن نأخذ من هذا وذاك.
وأبدأ بالحديث عن شبهة تثار أثرتها إحدى النساء الجريئات، فقالت أن الإسلام بأن الإسلام يعني يدعو إلى عبادة الوثن، واستشهدت بالطواف حول البيت، فكيف بالرد على هذه؟ هذا الرد عليه يعني يستطيع الطفل أن يرد عليها. نعم، إن الحج بالذات تركيز على التوحيد. نعم، يعني ليس فيه شائبة من شوائب الشرك. كان العرب شابوا يعني حج إبراهيم عليه السلام بشوائب، فكانوا في تلبيتهم يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. نعم، الأصنام وهذه الأشياء اعتبروا شركاء مع الله. فدأ النبي صلى الله عليه وسلم ومنع هذا وأصل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم، شوف يعني تأكيد. وكان يعني العرب يأتون بشركهم يحجون، ففي السنة التاسعة قبل أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب أبو بكر الحج أرسل إليه أن يعلن في الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا عريان ولا يطوف بالبيت عريان. صحيح. نعم، وقال يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. مع أنه كان يأتيهم منه يعني ثروة ومكاسب وأشياء، قال يعني لا ما هذا مرفوضة. هل هناك رمزية معينة في أمر الطواف هذا حول البيت؟ نعم، هو الطواف هو عبادة عند كل الأديان، هو نعم. يعني سعي يعني يدور كما يدور الكون كله. الكون كله كله, صحيح. كله بيدور يعني صحيح. يعني حتى الذرة تدور، حتى بيدور بالطريقة التي يدور بها الناس حول الكعبة. صحيح. يعني هكذا مش زي الساعة، عكس لأن هذه حركات الكواكب والأفلاك وكل العالم. إنما المهم لمن يطوف، يعني إنه يطوف لله سبحانه، طهر بيتيه للطائفين والقائمين والركع السجود أو الطائفين والعاكفين، كل هذا لله عز وجل. طيب، هذا والرمزية، اللغة الرمزية السائدة في الحج يعني مثلا تقبيل الحجر، هذا عرفناه من قول الشاعر قديما أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار. نعم، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. واحد بيجيله من رسالة من صديقه أو من حبيبه أو كذا يقبلها. صحيح. وهو مش بيقبل الورقة، ده معنى. والرمي هو رمز نسبة الشيطان، بيقول لك الشيطان يعني حتى أعظم لك الشيطان الكبير والشيطان الصغير والشيطان الوسط الأصغر العود والكذا واللي بيضربه بالنعل بتاع. يعني الناس يعني الإسلام حب يجسم هذه الأشياء، اللغة الرمزية لغة عالمية. طيب فضيلة الشيخ، قضية الحج في أمر الحج، وأنتم أشرتم إلى هذا إشارة سريعة الآن لكن أود الوقوف عندها، تظهر عبادة الحج العبودية المطلقة لله عز وجل. أود يعني إلقاء الضوء أكثر على هذا. هو هذا إنه الواحد يعني لا يقول لماذا أرمي سبع جمرات، ما يكفي خمسة أو أخلهم عشرة. هو كده يعني دي التعبد، إن رمي يعني رمي وثلاث يعني ثلاث جمرات ومرتبة وسبع الأولى والثانية والثالثة كل واحدة ترمي وبعدين تدعو بعدها والثالثة ما فيش دعوة، لازم تنفذ هذه الأشياء. ولماذا الوقوف يعني بعرفة وما مزية عرفة عن غيرها، وبعدين بمزدلفة اذكروا الله عند المشعر الحرام، وبعدين نبيت بمنى. لماذا هذا يكون؟ هذا هو اللي ليظهر التعبد. هل أنت عبد مطيع لله أو مطيع لعقلك؟ إذا كنت لا تعمل إلا بما يمليه عليه عقلك يبقى أنت عابد عقلك مش صحيح. عابد لله. فالعبودية المطلقة تظهر بالامتثال. طيب فضلت الشيخ، أنتم من القديم تصديتم لظاهرة تكرار الحج والعمرة،
وناديتم الناس أن يتركوا هذا التكرار حتى ينفقوا هذا المال في أبواب أخرى تستحق هذا الأمر. الآن أصبح هناك توسع أفقي في المسعى، أصبح هناك توسع رأسي في رمي الجمار، فهل ما زالت الفتوى على ما هي عليه أم تغيرت بتغير الظروف؟ ما كانش الفتوى علشان الضيق. طيب أنا أستأذنكم، أعني الإجابة بالتفصيل تكون بعد هذا الفاصل أيها الإخوة والأخوات، فانتظرونا.